اختتمت أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو في دورته 41 باعتماد عدة قرارات هامة تتعلق بوجه خاص بالسياسات الثقافية وحماية التراث ومستقبل التعليم ودور العلوم والتكنولوجيا في المجتمعات لا سيما من ناحية الأخلاقيات. وأكد رئيس الدورة للمؤتمر سانتياغو موراو في ختام المؤتمر أنه رغم الخلافات بين الدول الأعضاء إلا أنه تم التوصل إلى فهم متبادل في قضايا عدة وقرارات مشتركة، وذلك يبين التعاون المشترك للمصلحة العامة. وأشاد موراو بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر الذي استمرت عمله أسبوعين بغية تحديد الأولويات للسنوات القادمة والارتقاء بالعالم نحو الأفضل.